تكميل بعد الناس مستشاري تصور جبت تصاور كنا باسلين غادي نعطيو الصحافه دري صحيح باش نقولوا الترشيد ويجي دري تيسوق طوموبيل ديال الجماعه ما عمرها كانت في المغرب كامل الا لها كانت شي بلايص نهائيين الله اعلم. هنا الجماعه ديال الهربوره اول السيد تيسوق السياره ديال الجماعه حرام سيد الرئيس انا تنشوف عاوتاني تنزيد لك السيد الرئيس واش السياره ديال الجماعه اللي ورا الخدمه ديال الجماعه اولا تخدم مؤسسات اخرى سيد الرئيس راه الناس تمشي بها المؤسسات ديالهم هذيك المؤسسات تعطيهم السيارات والسيارات الجماعه تخدم غير الجماعه هذا المال ديال الجماعه ديال الهربوره سيد الرئيس تبدل الامور سيد الرئيس ما تنفهمش المفترات بالمبدعات كنهضروا بالعموم وما نقولش حتى شي واحد وخاص هذه المساله خاصها تتبدل واش ولدو ما يسوقش بيدي السبيطار؟ لا ما كايناش من الوعاء ممنوعه من الكليه شنو موحره انا ما نديها وبحال ما نقدرش نتكلموا ولا كنبقاو اسره واحده وما نبقاوش نبدو العيوب ديالنا كل واحد فيه العيب وبالتالي ما يكون يبان ديال الله تيصوب القبه ما فراسوش ولا حاطه ولا هذا ما نبقاوش ندخلوا في هذه الامور هذه والمؤسسات اللي كيشتغلوا فيها الناس فهما الحمد لله في السيارة اللي عطاونا ما كان عندنا تصيرات ولا عندنا اكثر من 5 سيارات والحمد لله المشكل والمصيبه هو انه الناس كاين مسؤولين كان عندهم شياطه اللي كيدوا ولادهم الدراسة واللي كيمشيو تخدم بهم واليوم يجيو يهضروا على النزاهة هذا عيب سيد الرئيس هذا عيب كبير سيد الرئيس قضية ديال واحد الجوع صوروا مع عمر ماشي مع صورهم ماشي مع الرئيس ايوا خلينا نهضروا على المخيمة شوفوا انت كان في السيارة ديال جماعة غادي نجبد الباب 10 قبل التصويت سأخبركم بالتعديلات اللي جات على الباب 10 إذا أنا نقول التعديلات